السلام عليكم، معكم المتسابق أنتي موراي من تونس، الفائز بالمركز الأول في مسابقة التوقعات. بداية أحب أشرح المسابقة اللي كانت قوية جدا، وهي الأول في العالم العربي. كان فيها تنافس قوي جدا، وقدرت أني أنتصر في المركز الأول بعد التقدم على صديقي عبد الله راضي وصديقي أحمد مصطفى، ودي الجائزة المالية اللي حصلت عليها، وهي عبارة عن 100 دولار. قانون المسابقة كان عبارة على وضع توقعات في مباريات الرجال ومباريات السيدات على طوال البطولة. أنا توقعت كل الماتشات، وقدرت أني أنتصر في المركز الأول بفارق 45 نقطة على أقرب منافسي. وقانون المسابقة كان عبارة على جدول تضع فيه توقعات، وأنت تقدر تفوز 5 نقاط أو 10 أو 15 أو 30 نقطة في حالة وضع التحدي اللي هو تشالنج. وأتمنى أن يواصل الموقع بنفس الشغف ونفس الطموح، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي عبد الله راضي من مصر، محافظة دمياط، مركز كفر ساعة، قرية اسمها قرية الزهراء. كنت مشترك في مسابقة التوقعات لبطولة أمريكا التابعة لموقع يلا تنس، وكنت من الثلاثة الأوائل وكسبت مبلغ 50 دولار. والمسابقة كانت جميلة، وبتشوف كل المتسابقين معاك، وكانت تجربة جميلة. يعني ان انا اكون في اول مسابقة تابعة للموقع اكون من الفائزين، دي حاجة جميلة جدا ان نشوف ناس قائمين ومهتمين بالتنس على غير العادة، على غير الكورة، يعني الشعبية دايما للكورة وكده، وبينزلوا اخبار الموقع كبداية، بداية ممتازة. فكرة جميلة، فكرة المسابقة